بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. هذا هو الحديث الثالث من هذا الكتاب، كتاب الجنائز. ومر معنا حديثان، حديث كلاهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، الأول في أنه كبر عليه أربعة، والثاني في أنه كان الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا صفوفا. وتكلمنا في الجلسة الماضية عن الجنائز بحيث تعريفها، وأنها جمع جنازة وجنازة، وأن الجنازة من الجنز وهو الستر، وأن الجنازة هي الميت حينما يكون مسترا ومغطى. وتكلمنا عن آداب زيارة المريض، وكذلك أيضا بعض الآداب التي ينبغي أن تلاحظ في حينما يتوفى المتوفى وترتفع روحه، وأنه تغمض عيناه و أيضا يغلق فمه وتلين مفاصيله إلى آخره. وقبل ذلك في المرض كما قلنا الوصية بالتوبة وتلقين لا إله إلا الله ونحو ذلك مما تكلمنا عنه بالأمس. وتكلمنا أيضا عن أن، وهنا أيضا كذلك، هنا فيه أمران: أولا التكبير أربعا كما في الحديثين السابقين، وقلنا إن تكبير على الميت استقر المسلمون على أربع تكبيرات، وإلى نقل في الآثار أربع وخمس وست وسبع، لكن استقر المسلمون على أربع، ولهذا لا يحسن الزيادة عليها. وإن كان بعضهم إذا قال إذا كان من أهل الفضل ونحوه قد يزيد، كما فعل علي رضي الله عنه، كان يصلي على أهل بدر سبعا وعلى الصحابة ستا وعلى من عداهم يصلي على أهل بدر ستا وعلى الصحابة خمسا وعلى من عداهم أربعة. لكن على كل حال كما قلنا استقر المسلمون على أن التكبير أربعة، وقلنا إنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو إلى الميت ويجتهد في الدعاء له: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، إلى آخره من الدعاء المعروف والماثور وما هو في معنى الماثور. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، بمعنى أنه لم يتمكن من الصلاة عليه حاضرا، بمعنى وجنازة بين يديه،
ويروى أن هذا حدث مرتين، مرة كان رجل ومرة كانت امرأة التي كانت تقوم المسجد، وقيل إنها حالة واحدة أو يعني مرة واحدة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الروايات أنه زار هذا المريض في الليل وكان في حال شديدة وتوفي في الليل، فالصحابة رضوان الله عليهم صلوا عليه، يعني جهزوه وصلوا عليه. فلما أصبح سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قالوا إنه توفي ونصلينا عليه. قال هل أذيتموني؟ قال أنا في الليل وما أردنا أن نشق عليك. قال دلوني على قبره. هذه حادثة. والثانية قال أنها امرأة كانت تقوم المسجد فافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنها ماتت. قال هل أذنتموني؟ فقال دلوني على قبرها بعد أيام وصلى عليها. المقصود أنه لا مانع أن الإنسان إذا لم يتمكن من الصلاة مع المصلين في المصلى أو في المسجد على الجنازة أنه يصلى عليه بعد دفنه، وإلا الصلاة في الجنازة ما في مانع، لأنه أحيانا كما تعلمون أحيانا لا يدرك بعض الناس الصلاة على الميت في مسجد أو في مصلى، وإنما حينما يحضرون للمقبرة مشيعين يصلون عليه قبل أن يدفن، وهذا لا مانع منه. يصلون عليه قبل أن يدفن وهذا لا مانع منه، لكن الذي هنا لا، هذا بعد الدفن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه بعد الدفن. فأنت إذا كان لك قريب أو عزيز أو أحد تعرفه وتوفي ولم تتمكن من الصلاة عليه مع المسلمين في المسجد أو في المصلى، فلا مانع أن تذهب وتصلي عليه في القبر وهو في القبر. لكن هذا طبعا لا يكون بمعنى يكون في من مات قريبا يعني أو نحو ذلك، أما أنك تذهب وتصلي على كل قبر هذا لا، بل هذا قد يكون بدعة. لو ذهب الإنسان يصلي على كل قبور وكل قبر لم يصلي عليه يذهب يصلي عليه، لا، هذا غير مشروع. المقصود على من توفي قريبا أو نحو ذلك، حتى بعضهم قال أنه يصلي عليه إلى شهر كما هو مذهب أحمد، أنه إلى شهر بعد شهر يصلي عليه. لكن الذي يبدو لا، أنه قال ليس على التحديد دليل، وإنما بمعنى أنه يكون مات حديثا ولم تتمكن من الصلاة عليه فتصلي عليه. وأيضا من فوائد هذا الحديث، وهذا يعني من 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 من, من يعني شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته بهم، وأيضا من لطفه عليه الصلاة والسلام، هو أنه يسأل عن أصحابه إذا افتقدهم ويسأل عنهم. ولا شك أنه يعني هذا من الخلق العظيم، وينبغي الإنسان فعلا أنه يعني يكون على مثل هذا الخلق، بحيث يسأل عن إخوانه وعن يعني من يفتقدهم ويتفقدهم. فهذا لا شك أنه من يعني أنعم الله عز وجل عليه بمثل هذا الخلق فليحمد الله عز وجل. لأن يا أخواني يعني الأخلاق هذه نعمة من الله عز وجل، الأخلاق أن ترزق حسن الخلق من حيث اللطف مع الناس وحسن الحديث والترفق بهم وعدم رفع الصوت عليهم والتواضع لهم والبشاشة في وجوههم والاجتهاد أيضا إذا يتسر لك أن تقدم لهم خدمات وتساعدهم وتعينهم، لا شك أن هذا من أعظم منن الله عليك.
فينبغي للإنسان والمسلم عموما أن يجتهد في أن يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة. وإخواني هذا يأتي بتدريب، هذا يأتي بالتدريب والتعود. وأحسب أننا في هذه الأيام بخاصة أيام الحج المبارك، وأنتم مع إخوانكم الحجاج من إخوانكم المسلمين من كل أصقاع الدنيا، فيها حقيقة فيها يتجلى حسن الخلق. لأن حسن الخلق يا إخواني ليس فقط تبديه لمن تعرف أو تبديه لإخوانك وأصدقائك، لا، حسن الخلق الحقيقي هو أن تبذله لكل مسلم، بل حتى لكل إنسان، أن يكون الخلق طبعك، وأن يكون هذا مما جبلك الله عليه نعمة. ولهذا يا إخواني عودوا أنفسكم أن تتلطفوا مع إخوانكم أيا كانوا، من حيث اللطف في الحديث، ومن حيث تقديم المساعدة ما أمكن، سواء إرشادهم إن كانوا ضالين أو بمعنى تائهين، أو احتاجوا إلى نوع من المساعدة أو اللطف بالحديث أو نحو ذلك. ولا سيما كما قلنا في الحج غالبا يكون فيه زحام، ويكون فيه أيضا احتكاك، ويكون فيه يعني إلى حد ما الإنسان يعني إذا أراد أن يعني يختبر خلقه فليختبره مع الغرباء. أما أن تبدي خلقك مع أصدقائك ومعارفك وأقاربك هذا جيد لا شك مطلوب، لكنه قد لا يكون هو المحك الحقيقي. المحك الحقيقي أن تبدي حسن الخلق على من عرفت وعلى من لم تعرف. ويعني ينبغي يا إخواني أن نتواصى بهذا. ومعلوم طبعا أن يعني أقرب الناس منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم خلقا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وهذا لا شك أنه فضل عظيم. والرجل والإنسان بحسن خلق يبلغ درجة الصائم القائم. ما معنى هذا يا إخواني؟ أنا أحب أن نقف عند هذا. الرجل أو الرجل والمرأة بحسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائم، ويقرب منه حديث الساعي على الأرملة والمسكين، كالصائم يفطر والقائم لا يفطر، أو كالمجاهز في سبيل الله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الصيام والقيام النافلة طبعا هذا طيب، وله أجره العظيم ونعمة عز وجل أن يعينك على هذه العبادات وأن تكون حسن العبادة. لكن أحيانا قد يعني إما أنك يشق عليك الصيام، أو عندك من المشاغل وعندك من الأعمال، لكنك بحسن الخلق تبلغ درجة الصائم القائم. وحسن الخلق ما يحتاج يعني بذل جهد. الصيام مثلا أحيانا قد تترك الطعام والشراب، وأحيانا قد يصيبك نوع من المشقة والتعب، وأحيانا قد إلى حد ما تضعف عن بعض الأعمال نتيجة يعني لا شك طبعا الحاجة للطعام والشراب، وأيضا الصيام والصلاة سواء كان في النهار أو في الليل حينما يعني تقوم لا شك أنها بذل جهد كبير. لكن حسن الخلق لا، حسن الخلق مع أعمالك اليومية، بمعنى أن حسن الخلق ممارسة ما تحتاج بذل كثير. فأنت بحسن الخلق تبلغ درجة الصائم والقائم ودرجة المجاهد في سبيل الله، لأن ميدان حسن الخلق واسع. كل إخوانك هؤلاء
سواء في السوق أو في العمل أو في سفري أو في أي مكان، تقابل إخوانك، تقابل الناس الغرباء، فحس خلقك تمارسه مع جميع الناس، بمعنى أن 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 أنك لا تنتهي وأنت تقدم هذه الأعمال الفاضلة وتكسب من الفضل والخير والدرجات، لأنك تعمل كما يقال تمارسها كعمل يعني طبيعي أو كخلق لا يحتاج إلى أن تفرده بوقت، أو إن مجرد ممارستك وأنت في مكتبك أو في مدرستك أو في سوقك أو في يعني حضرك سفرك قيامك قعودك، كل تمارس حسن الخلق، تمارس حسن الخلق. فأوصي نفسي وأوصيكم حقيقة يا إخواني بالاجتهاد في أن يكون المسلم حسن الخلق مع من عرف ومع من لم يعرف. نعم. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الحديث الرابع في أيضا في أحكام الجنائز عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية أو سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الحديث يبين الكفن، كفن الرجل أو الذكر. الذكر أصل كفن يكفي ما يغطي الجسد، الجزء القدر الواجب هو ما يغطي البدن، ولو كان قطعة واحدة تغطي جميع بدنه، لكن المستحب أن بالنسبة للذكر رجلا أو كبيرا أو صغيرا أن يكون 3 أثواب، بمعنى 3 قطع، بمعنى أنه ثوب وفوقه ثوب وفوقه ثوب، 3. وممكن أن يكون أيضا قميص، ممكن أن يكون قميص وإزار ويلف بلفافة، وسيت معنا أن فيما يتعلق بالنساء، لكن الرجل 3 أثواب يعني 3 لفائف، 3 لفائف وتكون بيضاء، وهذا هو الأحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبياض، قال وكفنوا فيها موتاكم، فحتى ولو كانت مرأة تكفى بالبياض. كفن في 3 أثواب بيض يمانية، يمانية إذا كان بالألف تخفف يمانية، وإذا كان بدون ألف تشدد يمانية، لأن اليمن ينسب لها يماني ويمني، فإذا كان بدون ألف تكون الياء مشددة، وإذا كان بالألف تكون مخففة يمانية. سحولية، سحولية أو سحولية، و نسبة إلى السحل، وقيل السحل هو البياض، وقيل السحل هو البياض، وقيل لا إنه نسبة إلى القصار الذي هو الذي يصبغ الأقمشة، فبمعنى قصار يبيضها، فالمقصود هنا هو أن يكون أبيض. وقيل لأن قرية في اليمن، قرية في اليمن سحول أو سحول أنسب إليها سحولية. كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية أو سحولية
ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، تحتمل معنيين وكلها مرادة، بمعنى أنه القميص لا يكفن به الرجل، القميص القميص هو الذي له أكمام، القميص هو الذي له أكمام وغالبا يكون سابغ على البدن، والعمامة معروفة التي تلف على الرأس. فبمعنى هنا يكون معناها ليس فيها قميص ولا عمامة، بمعنى أنه يلف بدون أن يوضع عليه قميص أو أن يعمم رأسه. هذا معنى. والمعنى الثاني ليس فيها بمعنى نفي تماما، ليس فيها قميص ولا عمامة. ولهذا الشيخ في التفسير الشرحي الشيخ الدقيق يقول: وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة يحتمل وجهين، أحدهما أن لا يكون كفنا في قميص وعمامة أصلا، بمعنى ليس فيها بمعنى أن ثلاثة أثواب، والثاني أن يكون ثلاثة أثواب ما عدا القميص والعمامة، يعني بمعنى ليس هنا بمعنى ما عدا استثناء، يعني فيها قميص وعمامة لكن ثلاث ما عدا القميص، ولكن الذي يظهر لا أنه بمعنى ليس فيه بمعنى النفي. ولهذا قال هو: والأول هو الأظهر، والأول هو الأظهر. وأظن الحنفية رضي الله عنهم يقولون بأنه لا مانع أن يعمم الميت وضع عليه عمامة، ولكن الذي عليه الجماهير أنه لا، أنها مجرد لفائف تلف على الميت. نعم. الحديث الخامس عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها به، تعني إزارة. وفي رواية: أو سبعة. وقال: ابدأن بما يمينها أو ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا حديث أم عطية رضي الله عنها في تغسيل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. قيل إن ابنته هي زينب، وقيل إنها أم كلثوم، والصحيح أنها زينب، لأن أم كلثوم رضي الله عنها توفيت في بدر، والرسول كان في غزوة بدر. أم كلثوم هي زوجة عثمان، أم كلثوم هي زوجة عثمان رضي الله عنه، ولهذا عثمان لم يحضر بدر لأنه كان في تمريض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحيح اللي هنا أنها هي زينب زوجة الربيع أبي العاص بن الربيع، زوجة أبي العاص بن الربيع، وهي توفيت في السنة الثامنة، توفيت رضي الله عنها في السنة الثامنة. أما أم كلثوم فتوفيت في بدر، يعني وقت غزوة بدر، وهي السنة الثانية. فحين توفيت ابنته رضي الله عنها فقال: غسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بمعنى أن رجل أو امرأة يغسل، السنة ثلاث، لكن إن احتاج لا مانع يزيد رابعة، لكن قالوا يحسن أن يقطعه على وتر، يعني ثلاث
خمس سبع تسع وهكذا يقطعه على وتر. ولهذا قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، بمعنى أحيانا قد يكون المريض الميت يخرج منه أشياء، كلما غسل يخرج فيحتاج تنظيف، قد يكون قروح، قد يكون أشياء من الدبر، قد تكون أشياء يعني سواء من البول الغائط أو كان من الدماء أو نحو ذلك أو أو أو, أو قيح أو نحو ذلك، سواء من فمه أو من دبره أو من جروحه. فإذا غسل أيضا يحتاج أن ينظف مرة أخرى لا مانع. ومن هنا قالوا ثلاث أو خمسة إلى آخره. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. طبعا ترى من ذلك، من ذلك بكسر الكاف، لأنه خطاب للأنثى، خطاب للأنثى. إن رأيتن ذلك، طبعا رأيتن هنا ليس رأي تشهي، إنما رأي مصلحة. إذا رأيتن تحتاج زيادة زيدوا، كما قلنا قد يكون زيادة تنظيف أو في أشياء ناشفة تحتاج إلى مزيد من بحيث لا، بمعنى لا يؤذي الميت، لا يؤذي الميت. لكن إذا كان في قدر أو في كذا واحتاج يغسل مرة أخرى لا مانع أن يغسل. ولهذا إن رأيتن بمعنى رأي مصلحة وليس رأي تشهي كما قال الشراح. إن رأيتن بماء وسدر، السدر معروف والنبق، السدر غالبا هذا يرغي مثل قريب من الصابون، فيه تطهير جيد ويستعمل في تغسيل الميت. و الروائح الطيبة التي توضع الميت تسمى حنوط. الحنوط هو الأشياء الطيبة والروائح والعطور التي يضعونها للميت، وغالبا أحيانا قد تكون تشده وأيضا تقطع الروائح وتبطئ أو تؤخر الفساد، تؤخر الفساد. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، الماء معروف والسدر أيضا معروف، وغالبا يدق دق بحيث أنه يعني يفيد في التنظيف. بس قالوا لا يوضع في الرأس، لأن الرأس أحيانا قد يعلق بالرأس السدر، بينما رغوة السدر توضع في الرأس، بينما لا مانع من السدر الناعم يوضع على البدن لأنه يزول، بينما الرأس قد يبقى فيه. واجعلنا في الأخيرة كافورا، الكافور أيضا معروف، كافور معروف، وهو غالبا يوضع لطيب رائحته، يوضع لطيب رائحته، وكذلك أيضا يبرد، هو الكافور يبرد البدن وأيضا يقوي شد البشرة، وأيضا يجعل يفيد في تصلب البدن، وأيضا يفيد في طرد الهوام، وأيضا يبعد غالبا يمنع إسراع الفساد. فهذه من فوائد الكافور. ولهذا الذين يعني يغسلون الموت غالبا يستعملون الكافور، لكن الكافور غالبا ما يضعونه إلا في الأخير، ما يضعونه إلا في الأخير، لأنه لفوائده هذه، يصلب ويمنع إسراع الفساد، وأيضا كذلك يعني يطرد الهوام، فهو يعني مفيد. نسأل الله أن يعني يحسن خاتمتنا جميعا. واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. ثم قال فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذا انتهيت بلغوني. قالت فلما فرغنا آذناه، قلنا الآن يا رسول الله انتهينا من الغسل، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ فأعطانا حقوه. الحقو الأصل فيه هو معقد الإزار، يعني آخر المحل فوق غالبا اليوم فوق هذا المحل الذي يعقد فيه الإزار، هذا الحقو. لكن هي المراد هنا الإزار، أراد بمعنى أعطانا إزاره،
فقال أشعرنها إياه، يعني إزار. ما معنى أشعرنها؟ أولا هذا لا شك طبعا من لطفه عليه الصلاة والسلام، وهذه بنته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وارضاها. فلما انتهينا من غسلها وقال أذنني، يعني علمنني، فعلمنه، فأعطاهم، كان لابس إزار طبعا، فخلعه وقال أشعرنه، يعني اجعلوه هو الذي يلي بدنها، الشعار هو الذي يلي البدن والدثار هو الذي فوقه. فعندنا في اللغة العربية الشعار والدثار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: الأنصار شعار والناس دثار. بمعنى هذا من فضلهم رضي الله عليهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم، فقال: الأنصار شعار والناس دثار. والشعار غالبا هو الذي يلي البدن، ولا يوضع على البدن إلا الغالي والثمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنصار هم شعار الإسلام، والناس من بعدهم، الناس من بعدهم. فقال: أشعرنها، يعني اجعلنها مما يلي بدنها. ثم ضعوا الأقمشة الأخرى والقميص إلى آخره. والأمر الثاني، لا شك طبعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن تنال بركته عليه الصلاة والسلام، وأيضا أراد أن يكون ما يصير فيه فاصل بين خلعه ولبسها، لأنه قال: إذا انتهيت أخبروني. ما أعطاه رماه عليهم وقال: إذا انتهيت غطوها، لا، قال: إذا انتهيت أخبروني. بمعنى أراد أن مباشرة من بدنه إلى بدنها. بمعنى عليه الصلاة والسلام لا شك طبعا أن المراد هنا أن تنال بركة أبيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حياته، وأيضا ما الآثار الباقية إن وجدت فيتبرك بها من شعره وملابسه وعرقه وريقه، يتبرك بها عليه السلام. أما غيره فلا، أما غيره فلا. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتبركوا بغيره. أبو بكر أفضل الأمة، عمر والخلفاء الراشدون العشرة المبشرون أفضل الأمة، ومع هذا ما كانوا يتبركون بهم أبدا، لا في أبدانهم ولا في أشعارهم ولا في غيرهم. أما هذا فخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول هذا شيء للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتعداه إلى غيره. لماذا؟ أولا أنه لا أحد يصل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، من حيث البركة والفضل والتأثير عليه الصلاة والسلام، ولا أحد يبلغ مكانته عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الخلائق على الإطلاق، أفضل من الملائكة والنبي وغيره، أفضل الأنبياء. والثاني كما قلنا الصحابة رضوان الله لم يتبركوا ببعضهم أبدا ولا ينقل، وأبو بكر أفضل الصحابة، ومع هذا ما تبركوا به أبدا، ولا أخذوا لا من ريقه ولا من ثيابه ولا من ملابسه ولا من أثاره ولا شيء من ذلك. وكذلك أيضا التبرك يا أخواني بغير النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى الغلو، لأن المسلم من عدا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يعني لا يقطع ببركاته أو بصلاحه أو نحو ذلك،
فإذا كان أبو بكر وعمر الذين لا شك الذين أبو بكر أفضل الأمة، ويعني لو وزن إيمان أبي بكر بميزان الأمة بإيمان الأمة لرجح أبو بكر، ومع هذا ما تعلق به أبدا. ولهذا التبرك بغيره وسيلة إلى الشرك، ويؤدي إلى الافتتان بالمتبرك به. ولا تلاحظون حينما يغلو الطلاب أو المريدون يغلون بتابعهم، تجد قد رفع رأسه ولا يكاد يتكلم ولا يكاد يتكلم. هذا كله ليس من الدين، ليس من الدين أبدا. ولهذا يعني مثل النفخ فيهم أو رفع منزلتهم يؤدي إلى 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 ما رأيتم من الغلو الشديد. نعم نحب العلماء ونحب الصالحين لا شك طبعا، ونطلب منهم الدعاء ونرجو الخير فيهم، لكن لا نغلو فيهم ولا 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 نعمل فيهم ما ليس بمشروع. وإلا حبهم و يعني التقرب إليهم ومعرفة مكانتهم ومنزلتهم هذا حق علماء وفضلاء، ولهم يعني مقامهم وتقديرهم وتوقيرهم، لكن 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 لا نتبرك بهم ولا نصل إلى أن نغلو فيهم الغلو غير المشروع. و فهو يد كما قلنا يؤدي إلى 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 حتى نفس أحيانا قد فتنة في المتبرك به، يؤدي إلى افتتان وقد يؤدي إلى غلو وقد إلى أن يزهو بنفسه، وأن يعني وهذا يضره. ولهذا يعني السلف كانوا يتعوذون بالله من شر فتنة التابع، يعني الإنسان إذا كثر أتباعه هو يفتن، وأحيانا فإن قد يصيبه غرور عجيب. ولهذا لا ينبغي، نعم حبهم محفوظ ومكانتهم محفوظة، لكن لا نغلو فيه. قال فأعطانا حقوه فقال أسرناها، يعني إياه أي يعني إزاره. وفي رواية أو سبعة، يعني خمسا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو. وقال ابدأنا بميامنها، التغسيل بل التيامن في كل المسلم يتيمن، يعني بمعنى يبدأ باليمين في الشيء الفاضل في شأنه كله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله، والمسلم كذلك يبدأ باليمين، منه غسل الميت يبدأ بغسله جانبه الأيمن، وكذلك في الوضوء يبدأ بالأيمن الأعضاء اليمنى وهكذا. فقال ابدأنا بميامنها، جمع ميمن، والميمن هو اليمين، ومواضع الوضوء منها، بمعنى يبدأ بيوضأ أولا ثم يغسل غسلا عاما. وأم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، بمعنى أن المرأة إذا غسلت أن شعرها يضفر ضفائر، يضفر يجدل جدلا أو يضفر ضفائر أو يضع قرون. وقيل لأنه يسدل يترك سدلا، لكن لعل الأرجح أنه يضع قرون. وأيضا حتى إذا مشط يمشط على الخفيف حتى لا يعني يسقط، فتوضع ثلاث قرون على اليمين وعلى اليسار ومع الوسط. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.